هنعمل النهاردة مع بعض السكراب الهولاني. هعمله بطريقة حلوة قوي، هستخدم فيه مستخلص الصبار وهستخدم فيه كمان مستخلص الخيار، والمقشر بتاعي هيكون بذور الشيا، واستعملت كمان ريحة عشان تليق عليه، استعملت ريحة البرجموت بتدي كده ريحة فريش كده لايقة مع مستخلص الخيار. تعالوا نشوف مع بعض هنعمله ازاي. معايا البيكر الاولاني وفيه 500 جرام ميه على درجه حراره 40، هضيف جرام واحد من الالانتوين، والالانتوين ده مرطب حلو قوي ومنع تحسس، بيرطب البشره بعمق، بيزود محتوى الماء داخل خلايا الجلد، وبيعالج الاكزيما وبيعالج الحساسيه، وكمان في ناس بتعمله في مراهم بتاعت الصدفيه كمان، وله فوائد كتير قوي بس نبقى نتكلم عنها بعدين. هو كمان مقشر حلو قوي للبشره يعني بمناسبه السكراب اللي احنا بنعمله. بفضل اقلب كده لحد ما داب، وبعدين هضيف 5 جرام كربابول وبرشرش كده على الوش، ومش بقلب، وهغطيه وهسيبها تاني يوم الصبح. انت تقدري تسيبيه مينيمم 6 ساعات وهو هيتشرب لوحده في الميه، وهتلاقيه بقى جل بعد كده زي ما هنشوف. تاني يوم هبتدي اكمل الوصفه بتاعتي. في بيكر تاني ضفت 350 جرام ميه، وبضيف له 40 جرام من البنتيرول اللي هو فيتامين B5، وهو النسبه المسموحه بيها في اي وصفه لحد 5%، فأنا لغاية دلوقتي في السيف سايد. علشان الوصفة الأساسية كان مكتوب فيها 30 جرام فيتامين B3 و10 جرام فيتامين B5، بس الحقيقة دايما بيكون أفضل إن احنا لو هنستخدم فيتامين B5 إن احنا نخلي كل الوصفة بفيتامين B5، وبقلب لغاية لما يدوب تماما. وانا هضيف 50 جرام من خلاصة الأوليفيرا اللي هي الصبار، وهقلب وهضيف العطر بتاعي زيت البرجموت 5 جرام، وهدمجه مع 20 جرام توين. وعلى فكرة انا غيرت برضو في المستخلصات، كان مفروض ان انا استخدم مستخلص شاي اخضر والبودرة شاي اخضر، بس انا شايفة ان هي كده هتبقى الوصفة اظبط واحلى. وبنزل وبقلب، ال WS1 هاخد منه 2 جرام وهقلب. ولو انت هتعملي الكمية بتاعت الجل دي 100 جرام بس، يبقى انت ممكن تضيفي 0.5 جرام لحد برضو 2 جرام. لو انا قايلة ان الكمية دي 100 جرام وعايز اضربها في 10، عمري برضو ما هزود ال WS1 عن 2 جرام، يعني هو في جميع الحالات ما بيزيدش ابدا عن 2 جرام، دي معلومة يعني معروفة اي حد عارفها. هنا بقى انا بنزل بالبيكر الاولاني في البيكر التاني وبقلب، وبعد كده هبتدي اضيف المستخلص الخيار الباودر. ليه ما دوبتوش مع المية؟ علشان انا عايزة اضيفه في مرحلة الجل، عشان مش عايزة يدوب، عشان عايزة استخدمه كمقشر يعني زيه زي الشيا كده. هضيف من الشيا 120 جرام وهقلب، وهيبقى فاضل كده التراي ايثينول الامين عشان اربط بيه واللون، وهضيف 5 جرام من التراي ايثينول الامين وهقلب. ودايما بيكون نسبة التراي ايثينول الامين نفس نسبة الكربابول، لو ما كنتش حطيت الشيا كنتوا هتلاقوا اللون شفاف شوية دلوقتي، لكن انا حاطه الشيا مش مبينة خالص يعني. وهضيف كده لون بعد كده اخضر، علشان عايزاه طبعا يدي ياخد كده روح الخيار، عشان انا مدية حاطة الخلاصة بتاعت الخيار والأوليفيرا وكده، فعايزة اعمله حاجة على مخدرة.
وهضيف لونين اخضر واصفر، وهضيف كمان لون التركواز عشان اظبط اللون. لقيت طبعا ان التقليب صعب شوية، فهنقل في بيكر اوسع سنة عشان يبقى التقليب اسهل. ابتدي اخد شوية كده من الماسك بتاعي، وابتدي احط عليه الالوان عشان يعني اخلطهم اوصل اللون اللي عايزاه، وابتدي ارجع تاني الباتش اللي انا خدتها دي جوه علشان يتصبغ بقية الماسك بسهولة يعني. وهنزل في العبوات بتاعتي المتعقمة بكحول 70 ومتنشفة بكلينكس كويس. ودلوقتي نجرب مع بعض السكراب بالايدي كده، وباخد حتة من السكراب وبحرك كده في حركة دائرية. هو ناعم جدا يعني، ممتاز 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 للناس اللي بشرتهم حساسة. وزيت البرجمات لايق جدا مع مستخلص الخيار، مدي كده ريحة فريش كده وجميل جدا. انا سايباكوا اللينك بتاع مصنع الابجي تحت في صندوق الوصف. شايفين الخامة عاملة ازاي وملمس جميل جدا. انا شفت سكراب زي كده في ذا بودي شوب، بس كان معمول ببذور الكيوي. طبعا انا معرفش اجيب من هنا يعني، لو حد بره يعمله ببذور الكيوي هيبقى حلو قوي برضو. وبرضو لو حطيتي معاه عطر جريب فروت برضو من الحاجات اللي هتبقى حلوة جدا يعني.